المناسبة باش نعملوا واحد الوقفة بعد التجربة الأولى من سنة 2015 حتى 2021 اللي عرفها المغرب وتوضعت فيها ركائز الجهوية المتقدمة. الآن حنا في مرحلة ثانية مع الفترة ديال 2022-2027 ومع انطلاق البرامج التنمية الجهوية كتعرفها مختلف جهات المملكة. كان من الضروري أن الجامعة وكلية الحقوق يعني كدورها يعني في البحث العلمي في مواكبة المشاريع الكبرى للوطن ديالنا أننا نعملوا هذه الوقفة اليوم مع رؤساء الجهات ومع مسؤولين أولا باش يعطونا فكرة على يعني مدى تقدم الجهوية ببلادنا والآفاق يعني لبناء جهات متقدمة تسير نحو البلوغ لأهداف النموذج التنموي الجديد الذي هو في الحقيقة كيرتكز على المنجزات وعلى التحقيقات التنموية داخل الجهات. كانت هناك وقفات مع مسؤولين اولا اللي اعطونا فكره على المنظور العام لتقدم الجهويه وايضا على الصعوبات وعلى افاق المستقبل. وكان هناك نقاش فعال اولا مع متدخلين مع باحثين مع اساتذه ومع طلبه وكانت فرصه ان يعني جميع الحاضرين يفهموا الميكانيزمات ديال الجهويه المتقدمه وعلاقتها يعني بالتوزيع الاداري الترابي ومكانه الجهه كقاطره للتنميه ببلادنا وايضا خصائص يعني اليوم التي تقوم بها الجهه كركيزه ترابيه اللي كتساهم في التنميه للبلاد ديالنا بصفه عامه.